يعني صراحه في بعد هم الامور ودي اسولف معاك فيها، بما انك انت ايضا ممثله وبنفس الوقت في السوشيال ميديا موجوده وظاهره وجهدك واضح. ودك تقولين بلوجر او فاشينيستا؟ ما عندي اشكاليه بهالاسم. لان في اشكاليه ابدا انا ذي الموضوع بالذات احيانا لما يقولون انت ممثل، انت ممثله ولا فاشينيستا ولا انت بلوجر؟ هذا جانب ايضا من حياتك انت تحبين انا دائما اقول احنا في الاساس من قبل لا يكون في شيء اسمه سوشيال ميديا، قبل السوشيال ميديا هذا كله انا لما كنت امثل مسلسلات لما كنا قبل حتى الملابس لما نلبسها من مصمم الفلان لما ينكتب في الكادر او في التتر ملابس الفنانه الفلانيه من هذا فاشينيستا احنا كنا نعرض اميره محمد فاشينيستا من هذا زمان كنا نعرض. قبل كل التسعينات يعني مو حتى الماكيرات اول ما جينا الكويت الله يمسيهم بالخير حنان دشتي وآلاء دشتي فكانوا اكيد يمكجوننا ويصوروننا وصورنا تكون معتمده مختلفه طبعا فاحنا موجودين احنا قبل السوشيال ميديا هذا كله اساسا يعني. انت وشغلكم في التمثيل شلون تركبين حتى اللبس على الدور يعني شلون اللبس هذا يلوك على الشخصيه فعادي عندك انت تتنوعين اسهل من اي بنت في طلاتك في السوشيال ميديا للتصوير صح ولا لا؟ صح تصير يمكن اسهل من اي بنيه ثانيه اكيد بس وقتها ما كان في سوشيال ميديا يعني لو كان في وقت قبل مجلات كان بكل وقت مختلف يعني تذكرين منو لازم يكون على الكفر على الغلاف اكيد على الغلاف اول صفحه ولا اخر صفحه ولا بالنص يفرق معانا كل شيء كان وقتها حلو يعني في كل فتره وفي كل زمن وفي كل وقت الحين وقت السوشيال ميديا منو اللي يصير ترند اي برنامج طبعا السنه هذه انا ملاحظه ان الاكثر متابعه هي البرامج واللقاءات الفنيه أيوة. هي متابعه ومنتشره في السوشيال ميديا حتى اكثر من المسلسلات شفتي برنامجنا داير يعني حايز الناس ما شاء الله يعني قاعد يتابعون المسلسلات واللقاءات اكثر من قصدي يتابعون البرامج اكثر من المسلسلات يعني